عايز اقول لكم بعض الاخبار المهمه كده قبل ما نخش نتفرج على ماتش البنك الاهلي والداخليه. واول خبر النهارده ان من داخل النادي الاهلي ان يعني خلاص في قرار من مصر، من الدوله المصريه ومن وزاره الداخليه والجهات الامنيه، السماح بحضور 50,000 مشجع في مباراه الاهلي والوداد، المباراه الاولى هنا في مصر يوم 4/6 يوم الاحد الجاي. 50,000 متفرج هيكونوا موجودين بيأزروا النادي الأهلي في مباراة الوداد، ودي حاجة خبر حلو جدا. أنا قلت أبدأ بيه الحلقة إن طبعا إحنا عايزين دايما السعة الكاملة بتاعت استاد القاهرة لمؤازرة النادي الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا. فبطمنكم الجهات الأمنية ووزارة الداخلية وافقت على حضور 50,000 مشجع أهلاوي إن شاء الله مصري هيؤازر النادي الأهلي في استاد القاهرة يوم الأحد الجاي في نهائي أفريقيا أمام الوداد. عندي بس طلب صغير كده، عايزين بس يا جماعه الجمهور اللي يروح عايزين التزام، نشجع الاهلي فقط، مش عايزين اي خروج عن السلوك، خروج عن النص. عايزين يبقى يعني نهائي افريقيا هنا في استاد القاهره كده بشكل مميز، خصوصا لسه النادي الاهلي عنده مباراه العوده في المغرب. فعايزين بدون اي مشاكل عشان ندي الثقه دايما للامن المصري ان ما بيبقاش في اي مشاكل بتحصل اثناء وجود الجماهير. شفنا في ماتش الهلال السوداني الجماهير موجوده زي الفل، في ماتش الرجاء المغربي في دور الثمانية في بطولة أفريقيا زي الفل. في بعض شوية القلة القليلة اللي بتخرج على النص وبيبقى فيه شوية ألفاظ وهجوم على لعيبة الفرق، مش عايزين الكلام ده. عايزين بقى الماتش ده إن شاء الله مع الوداد يبقى الدنيا كده زي الفل، الجماهير بتشجع الشكل حلو، جمهور بقى الدنيا المدرجات حمراء. خلي بالكوا جمهور الأهلي في ماتشات بطولة أفريقيا بيفرق بنسبة 80% مع النادي الأهلي. الاهلي هو بيلعب الهلال السوداني، وجود الجماهير بتدي حافز للعيبه وبتخوف الفرق الاخرى. الناس ما بتخش استاد القاهره تشوف 100,000 ولا حسب الساعه بقى 70,000 ولا 60 او 50، ملعب مليان، الفرق الثانيه بتخاف. بصوا يا جماعه المنظر عامل ازاي، ده دي مباراه السوبر في الامارات. لكن انا بتكلم بقى كمان على الماتشات اللي هنا في مصر في استاد القاهره. الفرق لما اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي في استاد القاهره بيسموا استاد القاهره، خلي بالكوا الفرق بيسموا استاد القاهره استاد الرعب. إن الفرق بتخاف، بيبقى ضغط نفسي عنيف ضد الفرق اللي بتيجي تلاعب الأهلي أو الزمالك أو منتخب مصر في استاد القاهرة. فعايزين الجمهور إن شاء الله. خلاص الجهات الأمنية، وبشكر طبعًا الجهات الأمنية والدولة المصرية على مساندة النادي الأهلي في نهائي أفريقيا، وده طبعًا يعني دايمًا الجهات الأمنية وزارة الداخلية والدولة المصرية طبعًا بتبقى حريصة على يعني نجاح الفرق المصرية ومنافستها على البطولات وتديها كل العوامل اللي تساعدها على الفوز ان شاء الله والنجاح. بس طالب بقى من الجمهور يا جماعه ان احنا نلتزم، مش عايزين اي الفاظ، خصوصا برضو اللي احنا بنلاعب فريق الوداد من اشقائنا في المغرب، ومش عايزين اي خروج على النص ان شاء الله، يعني الامور تبقى بشكل كويس جدا. فده خبر حلو، وان شاء الله نشوف يوم الاحد الجاي استاد القاهره باللون الاحمر لون تيشيرت النادي الاهلي، دنيا مقفوله كده، ويبقى الجمهور ان شاء الله عامل كبير مساعد لفوز النادي الاهلي بنتيجه تريحنا في مباراه العوده في المغرب إن شاء الله.